بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عرفنا من المزمور 48 إزاي بني قورح بيفتخروا بكنيسة العهد القديم ومدينة أورشليم اللي سموها مدينة الملك العظيم، حيث مسكن الله والملائكة والقديسين، وإزاي كانوا بيفتخروا برجال الله وقديسيهم من العهد القديم. فبالأولى جدا وإحنا في العهد الجديد نتمثل بيهم ونفتخر جدا بكنيستنا ومسكن ربنا فيها مع الملائكة والقديسين ورجال الله وقامات الكنيسة. من فترة طويلة كان بيجمعني مع أحد الأحباء عمل أو شغل مشترك، وكان إنسان مسيحي أرثوذكسي، لكنه للأسف كان دائم التهكم على الكنيسة ودرجات الكهنوت والقديسين، وإزاي إن إحنا كأرثوذكس هو حسب كلامه يعني تركنا المسيح وبنتمسك بالقديسين وما إلى آخره. وكان دايما يحضر الاجتماعات الطوائف الغير أرثوذكسية ومقاطع الأسرار وغيره، ودي حاجة كانت مضايقاني، وكنت دايما اتكلم معاه في حاجة زي كده وهو كان دائم الرفض. وفي يوم من الايام قابلته وكان وشه متجهم ومتضايق، فبقول له مالك يا فلان؟ قال لي لا مفيش. قلت له لا انا مش تايه عنك، يعني مالك صحيح؟ فقال لي امبارح حصل حاجة مش ممكن اتخيل انها تحصل. قلت له ايه؟ قال لي في الاجتماعات اللي كنت بحضرها نظموا لنا رحلة نروح فيها دير الأنبا بشوي نزور جسد الأنبا شنودة بعد ما تنيح، كان بعد نياحة البابا شنودة بفترة بسيطة، ونظموا لنا الرحلة دي يعني عشان يبسطونا، عشان معظم اللي بيحضروا الاجتماع أرثوذكس برغم إن هي اجتماع لطائفة غير أرثوذكسية. فراحوا فعلا الرحلة دي في اليوم اللي قبل ما أنا قابله فيه، راحوا بعربيات وراحوا عشان يزوروا المكان اللي فيه جسد قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات. مجرد ما نزلوا من العربيات قال لي فاكر فلانة اللي معايا قريبتي اللي كنت دايما اشتكي لك ان عندها كده حالات زي صرع او حاجات عجيبة كده وبتقول كلام غريب؟ قلت له اه. قال لي كانت معايا في الرحلة، ومجرد ما نزلنا من الاتوبيس قامت جريت ناحية جسد البابا شنودة وقعدت تخبط على الحتة اللي فيها الجسد وعايزة تقطع المشمع وتصرخ، وانت اللي جابك هنا؟ هو انتوا جبتوني هنا ليه؟ هو انت جاي لي هنا برضو؟ وانا بقيت هو بيحكي يعني بقيت ابص عليها واقول يا نهار ابيض ايه المنظر ده، ده اللي كانوا بشوفه في الافلام بتاعت القديسين واقعد اتهكم عليه، ده فلانة قريبتي يحصل معاها كده؟ ايه المنظر ده؟ وقعدت تخبط وعايزة تقطع المشمع والناس في ذهول، طبعا المنظر عجيب ووحش يعني والناس كلها مستغربة. وبعدين الاكتر من كده بقى اللي حصل ان ابتدت تقول وايه ده كمان اللي جايلي؟ جايبين لي بطرك تاني؟ اتنين بطاركة عليا؟ عايزين تجيبولي اتنين بطاركة لغاية هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الناس تبص حواليها يقولوا بطرك ايه التاني ده؟ بابا شنودة مدفون هنا بس من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مش هنا. عرفنا من المزمور 48 إزاي بني قورح يفتخروا بكنيسة العهد القديم البابا ومدينة داخل. أورشليم داخل يصلي اللي في نفس سموها بتاع مدينة الملك جسد العظيم البابا شنودة، حيث مسكن الله مجرد ما دخل والملائكة طبعا والقديسين، الشرير وإزاي كانوا بيفتخروا برجال بطارك. الله وقديسيهم بابا من العهد دخل القديم. راحت جاريه ناحيته عايزه تشد فبالأولى الصليب جدا اللي لابسه واحنا في العهد فيه بس ما الجديد قدرتش بابا، نتمثل بيهم لها ونفتخر جدا ورشمها بالصليب بكنيستنا، حتى يعني ما ومسكن اهتمش ربنا رشم فيها الصليب مع وكمل الملائكة طريقه. والقديسين قامت ورجال واقعه الله وقامات وطبعا الكنيسة. قداسة البابا واللي معاه مش من مركزين في فترة اللي طويلة بيحصل، لكن كان اللي بيجمعني مركز مع جدا أحد الولد الأحباء اللي انا اعرفه ده عمل او وكل الرحلة شغل اللي معايا مشترك، شايفين المنظر العجيب وكان وانها إنسان كانت بتقول مسيحي اتنين بطارقة أرثوذكسي
وراحوا لكنه هدوها وأخدوها للأسف كان دائم التهكم ورجعوا على تاني بعد الزيارات الكنيسة وخلصت وكله والدنيا هديت ودرجات ورجعوا الكهنوت بعد كده وروحوا. القديسين. جه وإزاي قابلني هو إن بقول إحنا لحضراتكم حضراتكم تاني يوم، هو حسب وبيحكي لي كلامه القصة يعني دي، تركنا فبقول له المسيح يا نهار أبيض، وبنتمسك بالقديسين شفت بقى وما إلى آخره. الكنيسة وكان وشفت دايما يحضر القديسين ورجال الله اللي كان الاجتماعات ممكن في الطوائف أوقات الغير أنت بتقول أرثوذكسية كلامك مش ومعصوب مقاطع عليهم يا حبيبي، الأسرار وغيره. شفت ماري ودي جرجس، حاجة شفت كانت البابا مضايقاني شنودة، شفت اللي كنا بنتكلم عليهم، وكنت دايما ما أتكلم معاه اتكلمش في وما حاجة زي ردش، كده، وهو كان دايما قلت له رفضت. أنت بقالك قد إيه ما وفي يوم من اتناولتش؟ الأيام اللي أنا وقابلتي قابلته دي وكان لينا وشه سنين ما متجهم اتناولناش ولا ومتضايق، دخلنا الكنيسة فبقول له مالك الأرثوذكسية. يا فلان؟ قلت له قال لي طب لا ما فيش، ودلوقتي؟ قلت له لا قال أنا لي مش الأسبوع تايهة اللي عنك، جاي يعني مالك هكون صحيح؟ بعترف وبتناول. فقال لي قلت له يا امبارح حصل سلام، حاجة مش ممكن صحيح أتخيل إنها ربنا تحصل. قلت له موجود إيه؟ في قديسيه قال لي في وموجود في كنيسته. الاجتماعات اللي كنت صدقوني يا بحضرها أحبائي، لو نعرف نظموا لنا قد إيه رحلة الكنيسة دي نروح مسكن فيها حقيقي دير الأنبا بشوي، لله مع نزور جسد القديسين، الأنبا زي شنودة ما المزمور بتاع بعد ما بني كورح اتنيح. بيقول كان بعد قد نياحة كده البابا يا رب شنودة أنت بفترة ما وسبناش، سبتناش، وقد إيه أنت موجود بالفعل وقوتك بالرحلة دي يعني عشان وعظمتك، يبسطونا، عشان معظم اللي بركة بيحضروا الاجتماع القديسين اللي أرثوذكس ساكنين في برغم إن هي كنايسنا، اجتماع لطائفة بركة غير أرثوذكسياتهم سؤالاتهم وطلباتهم، بركة فراحوا الشهداء فعلا اللي بنحتفل للرحلة بيهم دي النهاردة في عيد في اليوم الميلود واحد اللي قبل ما واحد أنا أقابله واحد فيه. واحدة، بركتهم بركات وصلواتهم وطلباتهم، وراحوا عشان تكون نزوروا معانا المكان اللي وتحافظ فيه علينا جسد وعلى بيوتنا قداسة البابا في شنودة إيماننا مثلث الرحمات ومحبتنا مجرد ما لربنا. نزلوا من العربيات إلهنا المجد قال الدائم لي للأبد فاكر الدائم فلانة صباح الخير الخير عليكم اللي ويوم معايا جميل. قريبتي اللي كنت دايما اشتكي لك ان عندها كده حالات زي صرع او حاجات عجيبة كده وبتقول كلام غريب. قلت له اه. قال لي كانت معايا في الرحلة، ومجرد ما نزلنا من الاتوبيس قامت جريت ناحية جسد البابا شنودة وقعدت تخبط على الحتة اللي فيها الجسد وعايزة تقطع المشمع وتصرخ، وانت ايه اللي جابك هنا؟ هو انتوا جبتوني هنا ليه؟ هو انت جاي لي هنا برضو؟ وانا بقيت، هو بيحكي يعني، بقيت ابص عليها واقول يا نهار ابيض ايه المنظر ده؟ ده اللي كانوا بشوفه في الافلام بتاعت القديسين واقعد اتهكم عليه. ده فلانة قريبتي يحصل معاها كده؟ ايه المنظر ده؟ وقعدت تخبط وعايزة تقطع المشمع، والناس في ذهول طبعا، المنظر عجيب ووحش يعني، والناس كلها مستغربة. وبعدين الأكتر من كده بقى اللي حصل، إن ابتدت تقول وإيه ده كمان اللي جايلي؟ جايبين لي بطرك تاني؟ 2 بطاركة عليا؟ عايزين تجيبولي 2 بطاركة لغاية هنا؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ الناس تبص حواليها يقولوا بطرك ايه التاني ده؟ بابا شنودة مدفون هنا، بس البابا كيرولوس مدفون في دير ماريمينا مش هنا. بتتكلم على مين؟ يا دوبك تفوت اقل من كام دقيقة يلاقوا قداسة البابا توادرس داخل يصلي في نفس المكان بتاع جسد البابا شنودة. فمجرد ما دخل بابا توادرس طبعا الروح الشرير باصص من بعيد فشايف 2 بطارقة، فمجرد ما البابا توادرس دخل راحت جارية ناحيته عايزة تشد الصليب اللي لابسه وعايزة تخبط فيه، بس ما قدرتش. بابا راح باصص لها بهدوء ورشمها بالصليب، حتى يعني ما اهتمش، رشم الصليب وكمل طريقه. قامت واقعة، وطبعا قداسة البابا واللي معاه مش مركزين في اللي بيحصل، لكن اللي مركز جدا الولد اللي انا اعرفه ده وكل الرحلة اللي معاه، شايفين المنظر العجيب وانها كانت بتقول 2 بطارقة وراحوا هدوها وأخدوها ورجعوا تاني بعد الزيارات ما خلصت وكله، الدنيا هديت ورجعوا بعد كده وروحوا. جه قابلني هو بقول له حضراتكم تاني يوم، وبيحكي لي القصة دي، فبقول له يا نهار أبيض، شفت بقى الكنيسة وشفت القديسين ورجال الله اللي كان ممكن في أوقات أنت بتقول كلام مش محسوب عليهم يا حبيبي، شفت ماري جرجس، شفت البابا شنودة، شفت اللي كنا بنتكلم عليهم. ما اتكلمش وما ردش. قلت له انت بقالك قد ايه ما تناولتش؟ قال لي انا وقريبتي دي لينا سنين ما تناولناش ولا دخلنا الكنيسة الأرثوذكسية. قلت له طب ودلوقتي؟ قال لي الأسبوع اللي جاي هكون بعترف وبتناول. قلت له يا سلام، صحيح ربنا موجود في قديسيه وموجود في كنيسته. صدقوني يا أحبائي، لو نعرف قد إيه الكنيسة دي مسكن حقيقي
لله مع قديسيه، زي ما المزمور بتاع بني كورح بيقول. قد كده يا رب انت ما بتسيبناش، وقد ايه انت موجود بالفعل بقوتك وعظمتك. بركة القديسين اللي ساكنين في كنايسنا، بركة سؤالاتهم وطلباتهم، بركة الشهداء اللي بنحتفل بيهم النهاردة في عيد النيروز، واحد 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 واحدة، بركاتهم وصلواتهم وطلباتهم تكون معانا وتحافظ علينا وعلى بيوتنا في إيماننا ومحبتنا لربنا، لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين. صباح الخير عليكم ويوم جميل.